روتس فور لايف تعتبر بنك عودي ركن من أركان مفهوم الإنقاذ الجديد بلبنان، وهو من خلال دعمه المستمر لدورات الإنقاذ بيساهم بتجنيب الضحايا الموت غير الضروري والإعاقة الدائمة والمؤقتة. رامز، الأساس الخامس لبرنامج العمل 2011-2020 اللي وضعه أمين عام الأمم المتحدة حول السلامة المرورية هو إنقاذ ذوي الإصابات البليغة ما بعد وقوع الحادث. هذا بيعني أنه التوعية مهمة، بس بدون تقنيات الإنقاذ بالفترة الذهبية بتضل التوعية مش كافية. التوعية مش كافية، وهون بيجي دور رودز فور لايف وبنك عودة بتعميم ثقافة الإنقاذ من خلال تدريب 180 ممرض وممرضة من كل المستشفيات الحكومية والخاصة على مدى 13 دورة تدريبية منذ العام 2014 حتى اليوم. بدعم من رودز فور لايف وبدعم بنك عودة نحن عم نقدر نجمع كل هول الستودنتس، عم نعطيهم هيدا الكورس وعم نشوف بالآخر قد ايه هن ممنونين لهيدا النولج اللي عم يكتسبوها بهيدا الكورس. عبر هالصف بنك عودة عم بفوت على كل عائلة وكل غرفة طوارئ وعلى كل الأراضي اللبنانية، وعم يقدر ينقذ حياة كتير من الناس، ونحن متشكرون.